أو لاعبين في فرق أخرى. اليوم وضعيته الاجتماعية تتحتم على أنه تفكر، تيتصلوا به الوكلاء الرياضيين وتيتصلوا به الناس وتيقول ليه أنت عندك مستوى تلعب في أوروبا وكذا وكذا، تعيش واحد المشكل، واحد المشكل ديال النفسي تأثر عليه. إلا جاتو دولة كدول الخليج تتعطيه مثلا واحد المبلغ اللي تيتجاوز 100 مرة الأجر ديالو هنايا، مع العلم أنه أنت كمسؤول في فريق ديالو تتقول بأن هذا يمكن يلعب في أوروبا بأكثر، إلا تسنى واحد الشوية هو لا يقبل العلودي وراجع مثلا هذا يعني تيحطك أمام الأمر الواقع، تيقول لك شتي أنا فقير من عائلة فقيرة، أنا محتاج 400 مليون حسن من مليار من هنا عامين، خاصة أن اللاعب عنده المفاجأة وهي من غدا يمكن يتبليس، من غدا يمكن يوقع عليه عطب وما يسوى حتى حاجة. هذا إشكال اللي هو إشكال أخلاقي واقعي. ولا بد من واقعي واقع ديال كرة القدم. وبالتالي التوصيات هو كاين لاعبين عاديين البطولة المغربية باينين، وكاين اللاعبين اللي تيبرزوا واللي يمكن لهم يوليو لاعبين محترفين، هذوك خصنا نديروا لهم عقود في المستوى اللي على الاقل تخليهم يلعبوا في بلادهم. لان تنظن العلودي كمشى لاوروبا ولا بقى في الراجا هذه سنتين يمكن ما يتفقش مع العلودي، ويسمح لي تنظن يكون المستوى ديالو احسن. هذا وجهه نظري. بعض الفرق تجيب لاعب اجنبي شناهم مثلا في الراجا، بعض اللاعبين الاجنبيين تيبان على العموم والناس العاديين على انه لاعب عادي تيشبه اللاعبين ديالك في المغرب، وتيتقاضى اجر والمصاريف عليه والإقامة والسكن والأكل أكثر من اللاعب اللي باري الشاب ديالك. كيفاش هذا اللاعب الشاب تيخمم على أنه تيقول لك هذا إجحاف؟ التوصية شنو هي؟ التوصية هو أنه المسؤولين في الفراق خصهم يخموا في الوضعية الاجتماعية. تنظن أنا هما راه قارين ولكن عطيني شارك جاب في السيت ديال الفيفا بوان كوم. تنظن الكتاب العامين على الأقل دار العقود مطابقة يمشيو يقراوا ويعطيو راسهم واحد السيمانة باش في العقود ديالهم المقبلة يفكروا في جميع يعني جميع ما يقع في هذه القوانين اللي عادية وسهلة للعموم. تنظن كاتب عام الفريق القسم الأول القسم الثاني المفروض يكون هاضم هذا الشيء، يكون هاضم ان السنتين الاخيرتين نعودها المره ال 20 السنتين الاخيرتين يمكن الجيستكو سبورتيف الجيستكو فينانسيير ودار مناظره والسيمينار حول الكتاب العامين ورؤساء الفرق حول هذه المواضيع. اخر كلمه سي منصور. وكنشكركم على الاستضافه في هذه القضيه ديال الجرار رغم انها الساخنه واللي هي حديث حديث الشارع الرياضي اليوم سواء في مدينه اكادير او في المغرب، واللي خذات اكثر من الطابع ديالها لان كيبقى لاعب. وشوف التوفيق من الله واش اللاعب جرار غادي يتوفق في نوشاتيل ولا لا، ولكن انا كنعاود نكرر اخر كلمه، الرياضه أخلاق. واللي ما عندوش أخلاق شكرا مكان من الأحسن يمشي لحاجة أخرى يخلي الميدان الناس اللي نضاف. شكرا من سوق قيمة.